الأطفال يبدأون نهارهم على مدار أيام العيد ببسمة وأمل جديد، وبابتساماتهم البريئة وأرواحهم النقية، ومع صوت ضحكاتهم الجميلة التي تملأ الأماكن الترفيهية والتي أدخلت الفرحة والسرور إلى قلوبهم. أول يوم من العيد نقوم الصباح نبدل، نروح نصلي، نزور أهلنا، العصر نروح نتمشي ونروح عند أهلنا، بعد ثاني العيد نخرج نلعب نتمشي. العيد فرحة. العيد في مدينة عدن له رمزية خاصة ارتبطت بها فرحة الأطفال، حيث تدب الحياة في شوارع المدينة، ويذهب الأطفال لأخذ العيدية وهم يرتدون ملابس جديدة ويهنئون بعضهم بعيد الفطر المبارك. أول ما أقوم الصباح أروح أصلي، بعدين أتبدل، بعدين أروح أزور أهلي وأسلم عليهم وكل حاجة، بعدين أروح أتمشي وأروح الحديقة نيوم وأروح فانسيتي وأروح كل مكان يعني. وثاني عيد نفس الشيء، كل مرة نزور أهلنا ونزور كل أصدقائنا. سواحل ومتنزهات عدن تكتظ أيضا بالكثير من السكان والزوار الذين يجدون في هذه المتنفسات ما يؤنسهم وسط أجواء جميلة تملأها البهجة والسرور عند الأطفال. بأيام العيد أخرج منتزهات وبحر وكل مكان، وأروح أتمشى، أروح يعني مطاعم، وأروح منتزهات، وأروح البحر حتى نتمشى في البحر. العيد فرحة ونحصل الأهل. الأطفال أيوة يفرحوا هنا في عدن، في عادة الجار الجمل هذا السير، يتجمعوا فوق أكثر من طفل، مثلا 20 طفل، 30 طفل، 15 طفل، يجلسوا يسير أبوهم كذا وهم يفرحوا ويصفقوا ويقروا، يعني صراحة شيء لهم لا توصف القهال في يوم العيد. الطقوس العيدية لدى أطفال عدن عديدة، من خلال ارتداء الملابس الجديدة وإطلاق الألعاب النارية وممارسة الألعاب الشعبية المختلفة في الأحياء السكنية، بالإضافة إلى ذهابهم إلى المتنزهات والحدائق ليعكسوا بعفويتهم صورة جمالية تضيف نكهة خاصة تشعرهم بفرحة عيد الفطر المبارك، ويصنعون لأنفسهم السعادة في بلد فقد السعادة منذ زمن طويل. محمد منصور، اليمن اليوم.